لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك، خدمة أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات الحكومية في دبي تتيح للمواطنين اختيار 5 أرقام للوحات سياراتهم بناء على مناسبات معينة. فيمكن للشخص الراغب بذلك اختيار تاريخ الميلاد أو الزواج أو التخرج أو حتى تاريخ تعيينه في وظيفته مقابل مبلغ مادي معين. الخدمة تشمل أصحاب السيارات بدءا من مواليد عام 1967، حيث يمكن شراء اللوحة مباشرة من خلال مراكز متخصصة في دبي أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الخاص بها. يذكر أن هيئات الطرق في دبي ودولة الإمارات العربية بشكل عام تنظم مزادات دورية على لوحات تسجيل سيارات مميزة، وتشهد هذه الفعالية إقبالا كبيرا من الأثرياء. ففي أكتوبر الماضي أنفق رجل أعمال هندي حوالي 9 ملايين دولار لشراء لوحة تسجيل سيارة تحمل الرقم D5 في مزاد علني أقيم في دبي. إلين يوسف، العربية.